الفقيه بغينا نسولينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بغينا نسولينا كيفاش يعني نقطعوا البطيخ؟ الطريقه سهله. كيفاش ما نقطعوا باللغه العربيه؟ نقطعوا قطعوا. كيف تتم تقطيعة البطيخ؟ اسهل تقطيعة للبطيخ. نعم، هي التي ترونها هي. ولكن قبل الفتح البطيخة ماذا نقول وماذا نقول؟ بسم الله، الله اكبر. لماذا لا يدخل شيء مع اسم الله. الله، حتى النبي كيقول لا يدخل من الشيطان. نعم، وكل امر ذي بال لا يبدا في بسم الله. نعم، فهو اقطع. والمسلم دائما يبدا شؤونه بسم الله. بسم الله. الله، نعم. شنو الفضل ديال بسم الله؟ بينا. بسم الله اعظم فضل هو نقرا القران الكريم، انها كانت هي المقود ديال السفينه. الله، بسم الله مجراها، لان دابا ما كانش عندك البنزين، ما عندكش المحرك. نعم، السفينه ما تزيدش. ما تزيدش، ولكن شوف القدره ديال بسم الله. نعم، كثير من المسلمين. نعم، ونحن من المسلمين يعني لا نعرف فضلها بسم الله. فالله يقول فيها وفي فضلها، وكانت هذه سببا لجريان سفينه نوح عليه السلام. الله، قل بسم الله مجراها ومرساها. الا بغى سيدنا نوح ان السفينه ديالو تزيد، قل بسم الله، تحرك قل بسم الله، الله بغاها توقف قل بسم الله. نعم، ولهذا نبدا بتقطيع البطيخ بسم الله. نعم، والطريقه هي فالان انا خذيت واحد النصف، انا خذيت واحد النصف قطعته امامكم. نعم، ونزيد نوريكم ان شاء الله. طريقه سهله ان شاء الله. دابا كيف ما قلت يا القي، اعظم مساله في تقطيع البطيخ بسم الله. بسم الله، بسم الله، يكون فيها البركه. فيها البركه، نعم. الله اكبر. حيت كثير خوتنا المسلمين ينسون هذا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مره نعم، صحابي ياكلوا. صحابي ياكلوا. نعم، والنبي يرى ان الشيطان ياكل معه. الله اكبر، يشوف الشيطان كياكل معه. صلى الله عليه وسلم. وهذاك الصحابي لما ذكر انه نعم انه ما قال بسم الله. نعم، قال بسم الله اوله واخره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. نعم، قال له يا رسول الله ما ضحكك؟ قال له ملي بديتي كتاكل الشيطان كياكل معك. الله، ملي بديتي كتاكل الشيطان كياكل معك. ملي قال بسم الله، لما قلت بسم الله اوله واخره، فاستقاء ما في بطنه. يمكن نقولوا فاستقاء، اي فاستقاء ما في بطنه، قاء ما في بطنه. الله، هذه من الفضائل ديال بسم الله. الله اكبر. بسم الله تطرد الشيطان، هي طرد للشيطان. لا يدخل الشيطان مكان ذكر فيه بسم الله. الله اكبر. لهذا ايها الاخوان المسلم، هذا الكلام خاص بالمسلمين. نعم، خاص بالمسلمين، غير المسلم. انت تخاطب المسلمين. نعم، غير المسلم لا يستفيد من هذا الكلام. الله، غير المسلم لا يستفيد. ولعلها تصيب قلوب واعية. نعم، نعم، نعم. كم من الناس دخلوا الاسلام بسبب بسم الله. الله اكبر. نعم. الله اكبر. يا اخواني، عندنا الدين ديالنا احنا منظم. نعم، الدين ديالنا منظم. الفقيه كما معلوم عندكم، يعني معلوم عندنا. نعم، شنو الفرق مثلا لو قلت عندكم وعندنا؟ وعندكم كتقصد بها من المخاطر، وعندنا كتخطب بها المتأمل. مثلا كنسمعوا نسمع كثير المرات الخطيب يخاطبنا من فوق المنبر ويقول قال نبيكم هكذا. نعم، يعني لا نلومه. لا نلومه، يعني راه نبينا ونبيه حتى هو. الله، نعم، يعني كما يظهر لي انا، يعني هو تشرد يعني. لا، ها، ونبينا ونبيه. الله اكبر. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي الفقي، اللي بغيت نقول لك الله يجازيك بخير وبارك الله فيك. مع هذا احنا كنقطعوا البطيخ. نعم، كما قالوا المغاربه حديث مخزون. اي نعم. نعم، بغيت نقول لك السي الفقي، عندنا واحد العمل جبار، واحد العمل عظيم في هذا الدين المبارك. نعم، الا وهو النية. الله اكبر. نعم، يعني هذا الاكل هذا يعني مش من نية ناكلو، مش من نية. واش باش ناكل باش نعمر البيطنا ولا سأجيبك. شي يعني شي نقط في هذا الموضوع هذا، بارك الله فيك. اولا المقصد من الاكل هو امتثال. اذا سمح سنقلب الكاميرا حتى ان اظهر معك في هذا الفيديو. نعم، ها، نعم، ممكن. أكمل يا فقير. أكمل أكمل. أعد السؤال. قلت لك الدين ديالنا يمتاز بعمل يعني عظيم. نعم، نعم، ألا وهو النية. يعني عندما نأكل، يعني بأي نية نأكل؟ نعم،
أولا نأكل بنية امتثال أوامر الله. الله قال كلوا واشربوا، صح، هذا فعل الأمر. أكمل أكمل آية. ولا تسرفوا. الله الإسراف أكبر. إسراف يا إخواني هو الفقير لما تكون عنده شي مناسبة، هذا هو الإسراف. الفقير لما تكون عنده شي مناسبة يدير على قدر، على قدره، قدر المستطاع، على قدر المستطاع، ما يتسلفش. لبس قدك يواتي، لبس قدك يواتي. الإنسان عنده مناسبة ويدير، هو فقير يدير مناسبة ديال هذا الملوك، وهذا من الناس اللي ما عندوش إليه الله سبحانه وتعالى. لا سمح سيدي، الله يقول من كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف ياك. نعم، وهذه كت هذه عند سياق آخر. نعم، فلهذا الفقير يمشي على قد المستوى ديالو. نعم، ما يكلفش، ما يديرش المناسبه ديال الملوك. نعم، مناسبه الاغنياء. نعم، انا فقير في واحد الحال ديالي، والنيه الله عند بها، وحق هذه النيه. بعض الناس كيمشيو للقبور الاضريحه وياخذوا التراب ويطلبوا الاولاد من الاضريحه ويطلبوا الاشياء اللي ما يقدرش عليها شي مخلوق حي ولا ميت. نعم، كيطلبوها من تقول لك النيه ديالنا حسنه. نعم، النيه الصالحه لا تنفع مع الشرك. الله اكبر، لا تنفع وان كانت اعمال كثيره. خصك تكون اعمال كثيره، لو تكون اعمال كثيره. واحد الجمله مهمه. نعم، صحه العقيده لا تضر مع كثرة المعاصي، لا تضر مع صحة العقيدة. الله أكبر. هذا اللي سمحت الكلمة. عود عود أعيد أعيد. صحة العقيدة كثرة المعاصي لا تضر مع صحة العقيدة. العقيدة تكون صحيحة، خذ كل المعاصي كثيرة ما تضركش. الله أكبر. وعندنا حديث بطاقة، هذا راه في علم جليل. كثير من المسلمين يعني يعرفون حديث بني البطاقه، رجل يوم القيامه حكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم له 99 سجلا من المعاصي، وكل سجل مد البصر حتى ظن ان هذا الرجل سيهلك. نعم. فقيل له انك لم تظلم اليوم، فتاتي البطاقه، يقال له ان لك عندنا حاجه، فما هي هذه الحاجه؟ بطاقه. لما وضعت البطاقة قال وما تفعله، وهو هذا العاصي، قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات. الله أكبر، هذا حديث عظيم هذا. صح، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت بهن البطاقة. ما معنى البطاقة؟ فيها قول لا إله إلا الله، ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل. لا لا، كثرة المعاصي لا تضر مع صحة العقيدة. إن أعجبكم هذا الفيديو وهذا الكلام بارطاجيو. الله، إلا أعجبكم، إلا أعجبكم. إيه، حنا كنقولوا لله ويعطيهم ربي الحسنات. يعطيهم ربي الحسنات. شحال من ما هو دليلك؟ الدل على الخير كفاعله. الله صدق رسول الله. الدل على الخير فله مثل أجر فاعله. من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. الله، كما قلت ليش يعني مش من نيه ناكلو؟ ناكلو بالنيه ديال امتثال اوامر الله. ونتقووا على طاعة الله. نعم. اما سبحان الله العظيم. نعم. غنقطع البطيخ، غنتكلم شنو عندي؟ انا قلت لك سبحان الله العظيم. انا قلت لك حديث مقزول. الطعام لا يرد الجوع. الله، حتى هو خلق من مخلوقات الله. نعم. الماء لا لا يعني لا لا يرد الظما. اصحاب الكهف، اصحاب الكهف كم لبثوا في كهفهم؟ نعم، كم لبثوا في كهفهم؟ 1000 سنة الى 50 عاما. ها؟ 300 90 سنة عاما، 300 سنة، وزادوا 9. الله اكبر. انا قلت القرون الصالحين، ثلاثة القرون. الله الله. وزادوا 9. الله اكبر. 300 سنة، ماشي سهلة. ما الذي كانوا يطعمهم؟ الله. ما الذي كانوا يسقيهم؟ الله. ما يعني ما كبرت اللحى ديالهم ولا الشعر ديالهم ولا الأظفر ديالهم؟ تولى الله أمرهم لأنهم كانوا مؤمنين. الله. إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل تولى الله أمرهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله. الربط على القلوب هو التثبيت، شددنا عزمهم وثبتناهم ألا يرجعوا إلى كفرهم. الله. لأنهم كانوا في زمان الملك يقول أنا هو الإله. ما اسم هذا الملك؟ اسمه دقيانوس. دقيانوس. ها؟
هم امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله وفضلوا بدينهم، فالله تولى امرهم. ناكل بالنيه نتقوى على طاعه الله. فقيه هنا بارك الله فيك، جزاك الله خير على التوضيحات. ولكن عندنا سؤال. نعم. كاين كثير من الناس ونحن من الناس يحبون هذا البطيخ الاحمر، هل سيكون هذا في الجنه؟ الله، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. الانفس تشتهي الله، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. هذا صوره، هذا البطيخ فقط صورة، فوتوكوبي، هذا فوتوكوبي ديال الآخرة. الآخرة أصل، الآخرة هو الأصل. لا يضر الآخرة، ما كيضرش. نعم. يعني أنت أكله ما الجنة ما فيها تغوط، ما فيها بول، ما فيها دفان. نعم. لا يمتخطون، لا يبولون، لا يدفلون. فقهنا بارك الله فيك، وأنت الله بارك الله فيكم، بارك الله. وكما قلت لكم جزاكم الله خيرا، إذا أعجبكم هذا الفيديو فبارطاجيو وديروا له ديسلايك. لا هذه كتعجبني، لك تعجبني خير. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ودابا انت اثناء التقطيع ديالك للبطيخ، نعم، اذا رايت شخصا فوضوي وفعل هكذا ماذا تفعل معه؟ بسم الله، قل بسم الله، قل بسم الله. قلت لك من الامهات عندما يكونوا يعني اثناء التقطيع البطيخ يكونون بعض الاطفال كمثلي فوضويين. انت طفل ما يعني بخصوص الأطفال. نعم. يعني يأخذون هذه البطيخة والأم يعني ترد برد يعني غير في محله. لا 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 يصح. تقول له يا كذا. لا لا يصح، لا يصح. شي نصيحة حتى نختم هذا الكلام، نصيحة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الإنسان لما يتقدى هذا البطيخ والصخرة والأكلة والطعام يحتسب لله، الله يكتب له حسنات، الله يكتب له حسنات. إذا أنت كتقطع البطيخ وولادك كياكلوا فالله كيعطيك الحسنات. أفضل الصدقة، أفضل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الصدقة أعظم؟ قال دينار تنفقه في سبيل الله، الله. دينار على دابتك في سبيل الله، ودينار على عيالك وأعظمهم أعظمها أجرا الذي تنفقه على عيالك. هنيئا لكم. يلا. الله يسكب خير. في الختام، كثير من الناس كيقولوا خسرنا، خسرنا اليوم. لا نفقنا، خسرنا. نفقنا، والله لا، كنقولوا نفقنا. النفقة، كنقولوا نفقنا. نفقة، ما نقولوش خسرنا. نعم. شنو الفرق بين النفقة والخسران؟ هو الخسران هو شي جائحة الله يحفظ. الله. الإنسان كان عنده الفلوس خسرها، مشات. جزاك الله خير. أما النفقة تكتب. جزاك الله خير. قال وما تنفقوا من خير. بارك الله فيك. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم والذي أستودعه. السلام عليكم. السلام. اللي باقي. الله أعلم. ولا تنسى الاشتراك في القناة. وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.